المباراة لم تنتهي بعد. لم يفوزوا في أي مباراة. سنفوز. كفاكم غرورا. اثنان. 26. هيا هيا بسرعة بسرعة. أوقفه ماهر. تعال. خذها. حاول. متأكد فريقنا لن يفوز بأي مباراة. لقد خاب أملي بهم، خسروا. نحن الأقوى، لن يفوزوا أبدا. هل سنتابع المباراة؟ لن أشجع هذا الفريق. ساهر لا تسكت. لقد خسرنا. فضيحة بجلاجل. خسرنا. انتظروني. هنا صراحة لم نتدرب جيدا. وما هي الخطة التي ستجعلنا نفوز؟ سنساعد سائد. ما بك يا صديقي؟ هل أنت بخير؟ اعترفوا بالهزيمة ولا تطلبوا منا أن نلعب معكم ثانية. لن تفوزوا علينا أبدا. ربما تفوزون إذا لعبتم مع فريق الروضة. على فكرة لا تنسوا أن تشربوا الحليب. طبعا تعرفون الحليب يقوي العظام. دعان. سترون كيف سنفوز عليكم. لا تحلموا بالفوز. الفوز سيكون دائما من نصيبنا. نحن من نفوز. إنهم يغيظونني. يوم لك ويوم عليك. أعصابي تحطمت. خاسرون ونحن الفائزون. أردت أن أعلمكم الأدب. لكننا مؤدبون أكثر من... لقد جعلناهم يذوقون طعم الهزيمة. بصراحة تعلموا درسا ولن يسخروا منا ثانية. صباح الخير. بسرعة. ما هذا؟ دخول الدراجات إلى المدرسة ممنوع. دخول الدراجات إلى المدرسة ممنوع. ألم ترى اللافتة؟ أخرج. متأسفة. إنها فتاة وجميلة جدا. أين المدير؟ آنسة يمنع نهائيا دخول مندوبي المبيعات. ماذا؟
أنا المعلمة الجديدة ولست مندوبة. معلمة جديدة؟ معلمة وواثقة من نفسها. تريد أن ترى هويتي؟ مدير مدرسة الصقور يتحدث معك. توقعت أن تقوم بتهنئتي على فوز مدرستنا على مدرستكم للمرة المئة، لكن خاب ظني بك. هل سألت نفسك يوماً لماذا لم تحقق مدرستك أي فوز في أي لعبة رياضية يا بيضة؟ من فضلك هذا يكفي. لقد تمادى علي كثيراً، جرحني بكلامه، لذلك علي أن أجتمع مع مدرب السلة واللاعبين حتى يبذلوا جهدهم فيه. من أنت؟ مؤكد أنت مدير المدرسة؟ البيع ممنوع في مدرستي. غادري. معذرة، أنا المعلمة الجديدة. نبهت على هذه المدرسة بأن أدخال الباعة ممنوع. ماذا؟ المعلمة الجديدة؟ نعم، وأدعى إحسان. هذه لك؟ نعم. مرحبا شباب. معلمة جديدة؟ سمعت بالخبر للتو وجئت راكدا لإخباركم. قدوم معلمة جديدة صحيح، وستكون مربية صفنا. بصراحة أنه خبر مفاجئ. ماذا سنفعل الآن؟ أرى أن نتعامل معها بأدب. ولكن كيف ماهر؟ اهدأ يا مراد ودعني أفكر. فكر يا حبيبي. واهدأ أنت يا سامر. اسمعوني. ماذا يا سائد؟ سنقيم حفلة من أجل التعارف، ما رأيكم؟ فكرة رائعة. إذن هيا اتبعوني. هيا. طامي. أبي. آسفة، لم أكن أقصد ذلك. أبدا لا عليك، فأنا بخير. هذا جيد. غريب، لماذا يرتبك سائد كثيرا عندما يرى ميساء؟ وأنت أيضا يتغير لونك يا صديقي عندما ترى الأكل. يتغير لوني؟ انتظروني. معلمة جديدة. أنت جديدة؟ نعم، ودخلت خطأ بسبب عدم وجود اللافتة الصحيحة. لا توجد اللافتة. ربما أحدهم علقها بشكل خاطئ. ماذا قلتي؟ تماما كما حدث معي. لقد حدث هذا معي عندما أتيت إلى المدرسة لأول مرة. بحثت عن صفي طويلا. سوف تعتادين على هذا الأمر. لماذا هذه اللافتة هنا؟ المقبض مكسور أيضا. لن تتمكن من فتح الباب. من يريد الدخول سيكسر الباب. جدا صح؟ هي أريد أن أسمع صوت أحد. عند دخول المعلم اهدأوا. يبدو أنني سأعلمكم الأدب أولا قبل أن أعلمكم الدروس، مفهوم؟ لا. شكرا، سأخذ الحضور والغياب. لكننا لم نتعرف عليك. صحيح، عرفينا على اسمك أولا.
أنتم على حق، سأعرفكم علي حالا، أنا إحسان. إحسان، ستوزعين الهدايا؟ يكفي. جاء دوري لأتعرف عليكم. سامر؟ مراد؟ وأنا ماهر؟ سائد؟ أنسة؟ سائد غائب، لم يأتي اليوم. غائب؟ إنه يكذب هذا سائد يا أنسة. لماذا كذب علي؟ أنسة إحسان، عليك أن تحذري. لماذا؟ أنا قلق عليك فقط. شكرا على اهتمامك بي. لا تشكريني، هذا واجبي. أنت لطيف يا سائد. ما بك؟ أبدا لا شيء. استعد. ماذا تفعلون عندكم؟ قلت ماذا تفعلون عندكم؟ كنا نلعب فقط سيدي. تلعبون؟ ها؟ سأسقي النبتة. كونا حذرين. مصيبة. أنسة احذري. من فعل هذه الفعلة المشينة؟ أخبرني. واحد اثنان، واحد اثنان، هيا اركضوا، هيا اركض بسرعة. الركض في هذا الوقت متعب جدا يا آنسة. سوف تقومون بتمرين الركض يوميا. يا لك من إنسانة قاسية، هذا التمرين شاق علينا. أعرف، وهذا سينفعكم، سيكون درسا قاسيا ولن ينسى. اسمها إحسان، لا تعرف معنى الإحسان والرحمة. برأيي أنهم يستحقون مثل هذا العقاب. مساكين أشفق عليهم. مرحبا، ما رأيكن أن تركضن معنا؟ هيا هيا أركض. انتظروني، هذا ما كان ينقصني. طلبت معلمة كي تساعد على حل مشكلة ضعف الدراسة، لا معلمة تقوم بتدريب الطلاب على الركض. عرفت الآن لماذا رأسي يؤلمني. ما رأيك بالمعلمة الجديدة؟ لم نعرف خيرها من شرها بعد، لكن أظنها ستكون خير سند لك. أجل، هل تعني بأنها أتت كي تحل مكان يريد منها فقط أن تعلم الطلاب؟ لا أريد ذيلا آخر لي، يكفيني أنت، مفهوم؟ لماذا تصرخ علي وترتني حضرة المدير؟ أنت من يوترني، أخرج. حاضر. لا أحد يفهمني. انتظر لحظة. حيرت قلبي. لقد رأيت المعلمة الجديدة في مكان ما، ذكرني. ربما بأحد الأفلام. أين كنا تذكرت؟ أخرج. جواب نهائي. رأيتها في مكان ما، لكن أين يا ترى؟ هذا هو سائد. بإمكاني الدخول؟ أهلاً، تفضلي. معذرة، هل هذا منزل سائد؟ مؤكد أنت والدته. هل تسبب سائد بمشكلة؟ لا، لم يفعل شيئاً. أنا المعلمة الجديدة إحسان، كما أنني مربية صفه أيضاً. أهلاً بك، وأعتذر إن أزعجك ابني بتصرف غير لائق. لا عليك، إنه بيت جميل وأنيق. هل تحبين الأزهار؟ نعم، فأنا أحب الأزهار كثيرا. يبدو أننا سنتفق معا.
هل تسبب سائد بمشكلة لك؟ أرجوك أخبريني. لا أبدا سيدتي، سائد يبدو لي تلميذا جيدا ومؤدبا. بل شقي كان هادئا وهو صغير، لكن بعد حادثة أبيه. لن أزعجك، وأنا آسفة فعلا عما حصل، فأنت تعرفين الأولاد في هذه المرحلة تكون تربيتهم صعبة. جئت لأخبرك بأن سائد سيكون بارعا في رياضة التايكوندو. ابني سائد لم يكن مشاكسا عندما كان صغيرا، لكن بعد الحادثة التي تعرض لها والده تغير كثيرا. إنها ميساء، لم تلعب بمهارة في المباراة الأخيرة. حقا لو عرفت بأنك بين الحضور للعبت بشكل أفضل. ستكون أفضل في المرة القادمة إذن؟ بشرط أن تحضري المباراة القادمة. حسنا. بالمناسبة لماذا لا يوجد في مدرستك فريق للتايكوندو حتى الآن؟ أم أن الطلاب عندكم لا يحبونها؟ وهل أنت بارع فيها؟ بالطبع عزيزتي. سعد، ما أخبار دراستك؟ بالنسبة لي أنا بخير والحمد لله ومشتاق لك. سعد، قررت أن أترك عملي في إفريقيا وأن أرجع إلى الوطن. حتى ذلك الحين أرجو منك أن تهتم بأمك، سنلتقي قريبا. خالك المحب والذي يحبك أكثر من أي شيء في هذا العالم شامل. اضحك يا أرنب، هيا. سعد، سعد، أرجوك ساعدنا مراد وماهر في ورطة حقيقية. كم تعبت. وجدت لكي تخبرني. أنا سعد. سعد، هيا اعتذرا. نحن لم نفعل شيئا، أنتم من سخر منا. إذن لا تريدان الاعتذار. حسناً. توقف. سائد، لم نفعل شيئاً. هيا اهربوا بسرعة. لم نفعل لك شيئاً. درغام، ميساء، سائد، لقد كان يريد أن يضربنا لولا أنك جئت باللحظة المناسبة. حقا؟ لا تصدق ما يقول، إنه كاذب. أنا أكذب؟ ألا تعرف بأنني مدرب فريق التايكوندو في مدرستي؟ مدرب ماذا؟ بصراحة لقد تورطنا. تذكرت أن أمي تريدني حالا. أرجوك اهدأ. اسمعني، لم آتي إلى هنا لإثارة المشاكل، بل جئت لكي أنبهك. أطلب منك عدم الاقتراب أو التحدث مع زميلتي ميساء. ما هذا الكلام الذي تقوله يا سائد؟ هذا ليس من حقك، درغام زميلي ومنذ زمن. ماذا؟ هل سمعتم هذا الكلام؟ ميساء تنتقي الزملاء كما يحلو لها. سائد اهدأ. تضحك؟ هل قلت نكتة؟ إياك أن تتهور. هيا بنا. أما أنت يا شاطر فعود إلى بيتك. انتظر أيها الجبان. مرعب. إنه أقوى من سائد بكثير. درغام يدافع عن نفسه وهو ثابت. سائد هذا يكفي أرجوك. أنصحك بأن تتمرن أكثر من هذا يا سائد. لقد انهار سائد سريعا أمام درغام، لا أصدق. هذا محرج فعلا، غير معقول. يدي. سائد يتألم. ما به؟
سأتركك هذه المرة من أجل ميساء، فحاول أن تكون مؤدبا. هيا بنا ميساء. لا يا سائد. حالته خطيرة جدا. ضغط دمي منخفض. يحتاج لصدمة كهربائية. نعم. ليس أمامنا سوى خيار واحد فقط. ماذا؟ لا حل آخر. إنها طريقة قديمة. هل أنت بخير؟ أين درغام؟ أين ذهب ذلك الجبان؟ غادر المكان منذ فترة طويلة. طبعا خاف مني. كن حذرا سائد. لا أحتاج مساعدتك. ساعد نفسك إذن. درغام يا جبان، لن أنسى ما فعلته وسوف ترى. عنيد جدا، لكنه يبشر بمستقبل مشرق.